الجنيه المصري يخرج من غرفة العناية الفائقة، لا محاليل ولا أكسجين ولا إجراءات استثنائية لمنع هبوطه. لكن هل تصمد مناعته بعد رفع القيود على تدبير الدولار؟ البنك المركزي المصري قرر إلغاء كافة قرارات أعوام الأزمة والتي كانت تستهدف الحفاظ على العملة الصعبة واستخدام الإيرادات الدولارية المتوفرة في تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية. آخر هذه القرارات إلغاء القيود على تمويل البنوك لاستيراد 13 فئة من السلع منذ عام 22. وعلمت العربية بيزنس من مصادرها أنه سيتم رفع القيود كافة على استيراد هذه السلع اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، ولكن تمويل البنوك لاستيرادها سيكون وفقاً للأولويات التي سيحددها كل بنك وحسب تصنيف العملاء لديه. رفع القيود على الاستيراد يعود بحسب مصادر مطلعة إلى اطمئنان البنك المركزي إلى تحقيق صافي الأصول الأجنبية في البنوك فائضاً لثلاثة أشهر متتالية بدعم من التمويلات التي حصلت عليها مصر من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية. لكن هناك سبب آخر مهم لرفع القيود، وهو أن صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة طلب من مصر تسريع ممارسات تسهيل التجارة وأيضاً تحرير سعر الصرف من كافة القيود. ومصر على موعد مع المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق منتصف سبتمبر المقبل، وبالتالي هذه الخطوات ضرورية. ولكن هذه الخطوات تطرح تساؤلات حول تأثيرها على سعر صرف الجنيه. فهل يؤدي فتح الباب على مصراعيه لاستيراد السلع غير الأساسية إلى الضغط مجدداً على العملة؟ يرى محللون استطلاعات العربية بيزنس آراءهم أن إلغاء القيود على استيراد السلع غير الأساسية لن يؤدي للضغوط على العملة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد حالياً بعد خفض الجنيه، بل إن هذه القرارات ساهمت في دعم الثقة في الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، خاصة بعد قرارات السادس من مارس والتي أدت إلى القضاء على السوق الموازي وضبط سوق الصرف. ولكنهم أكدوا أنه لابد من خطوات جدية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل معدلاته إلى مستويات لا تقل عن 15 مليار دولار العام المقبل، خصوصاً وأن العام الحالي كان استثنائياً بصفقة رأس الحكمة. ويجب كذلك أن تستمر تحويلات المصريين في الخارج في النمو لتصل إلى معدلات ما قبل الأزمة بحيث لا تقل عن 33 مليار دولار سنوياً، وبالطبع لابد من زيادة الصادرات في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس واستقرار إيرادات السياحة. وقد شهدت الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في إيرادات مصر الدولارية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 23 وحتى مارس الماضي إلى 23.9 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 22-23، وذلك بالطبع بفضل صفقة رأس الحكمة. ولكن أيضاً تضاعفت تحويلات المصريين في الخارج في الفترة من إبريل إلى يونيو الماضي بنسبة 61.4%، مسجلة نحو 7.5 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. والملخص أن الحكومة عليها دور كبير لدعم الإيرادات الدولارية للبلاد الفترة المقبلة حتى تستمر البنوك في توفير العملة الأجنبية لكافة أوجه الأنشطة الاقتصادية.